السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي الحلوين، عاملين ايه؟ وصلنا لحرف الراء، واتمنى تكونوا بتتابعوا معانا وتكونوا بتراجعوا وتكونوا بتذاكروا الحروف اللي خلصناها. حرف الراء، حرف الراء هنشوف اول كلمة فيه راء فتحة رجل، راء فتحة رجل، راء ضمة رو رمان، راء رجل رو رمان، راء كسرة ريشة ري ريشة، رجل رمان ريشة، رجل رمان ريشة. دي الكلمات اللي هنحفظها مع حرف الراء. طيب عندي هنا حرف الراء الأول ده بنسميه حرف الراء منفصل. منفصل يعني ايه؟ يعني بنكتبه لوحده، ما بنشبكش فيه أي حرف. حرف الراء التاني ده حرف الراء اسمه حرف الراء متصل. متصل يعني هنشبك فيه حرف كمان. اللي تحت ده نشاط اتنين، دي تدريبات ازاي بنكتب حرف الراء المتصل وحرف الراء المنفصل. عندي كمان نشاط تلاتة بيقولي لون الشكل الذي به حرف الراء. خلاص عرفنا حرف الراء المتصل والمنفصل شكله ايه، فبنبتدي نلون حرف الراء المتصل والمنفصل. نشاط رقم أربعة بيقول لي لون حرف الراء باللون الأحمر. عايزين نقرأ الكلمات مع بعض وهنلون فيها حرف الراء. رمان، جزر، رجل، خيار، ريشة، تمر. هنشوف فين حرف الراء وهنلونه باللون الأحمر. نشاط رقم خمسة هنوصل الحروف بالصورة المناسبة ليها. أول حرف حرف الراء، شوف مين الكلمة اللي بتبتدي بحرف الراء، لسه واخدينها رمان، فهنوصلها بالرمان. حرف الدال خدنا قبل كده ديك، فهنوصلها بالديك. حرف الباء خدنا بنت، فهنوصلها بالبنت. حرف الخاء خدناها برضو قبل كده اللي هي خروف، بنوصلهم ببعض. نرجع تاني نتدرب على حرف الراء المتصل وحرف الراء المنفصل. اكتب الحرف الناقص. طبعا مديني الصورة فبيسهل لي اكتر ان انا لما بشوف الصورة بعرف الحرف الناقص. بقول ري ري، ده هنا حرف الراء وتحتيه كسرة، ري ريشة، فبكتب حرف الراء وتحتيه كسرة. ذو ذو، ده حرفه الذال وعليه ضمة، ذبابة ذبابة. عندي هنا رجل، فبقول ايه؟ را رجل، ده حرف الراء عليه فتحة، را رجل. طيب نشاط رقم ثلاثة بيقولي ارسم دائرة حول الحرف الصحيح. مديني حرفين تحت الصورة وانا طبعا بشوف الصورة بقول اسمها وببدأ اعرف الحرف الاول فيها. دب ده ده ده، حرف الدال، بعمل دائرة على حرف الدال. رو رمان، رو حرف الراء. ح حمامة، ح حمامة، بعمل دايرة على حرف الحاء. عندي ب بطة، ب بطة، حرف الباء، بعمل دايرة على حرف الباء. دلوقتي هنعرف الحروف بحركاتها. أول حاجة نشوف حرف الراء بنكتبه بالشكل ده، ده اسمها راء منفصلة. منفصلة يعني بكتبها لوحدها، مش بيبقى مشبوك فيها اي حرف تاني. طيب حرف الراء المتصلة، لا بيبقى معاها شرطة كده، نعمل حرف الراء هنا بقى بنشبك فيها اي حرف، سواء كان ح جيم سين شين صاد، اي حرف. دي حرف الراء المتصل. طيب تعال نشوف مع بعض حركات حرف الراء. عندي الحركات بتاعتي، مثلا حرف الراء حاطين عليه شرطة اللي فوق دي قلنا اسمها فتحة، بقت راء فتحة را، راء فتحة را. طيب عملنا حرف الراء وحطينا نقول مثلا كسرة، بقت ايه؟ راء كسرة ري، راء كسرة ري. طيب حطينا حرف الراء وحطينا عليه ضمة، بقت حرف الراء وعليه ضمة رو، راري رو، راري رو. نحفظها ونقراها كتير ونعرف
الشرطات دي معناها ايه، الفتحة والكسرة والضمة، ونعرف الحروف بالتشكيل وبالحركات بيتقرا ازاي. را ري رو، را رجل، ري ريشة، رو رمان، را ري رو، را ري رو، رجل ريشة رمان. يبقى الواجب اللي علينا هنحفظ كلمة رجل ريشة رمان، هنحفظ حرف الراء بالحركات الفتحة والكسرة والضمة، وهنحفظ كمان حرف الراء بالشكل بتاعه المتصل والمنفصل. أشوفكم مع حرف الديد، ويا رب تكونوا استفدتم، يكون الدرس خفيف عليكم وسهل كده وسريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.